تيقول بانه راه ديك واش ديك الناقله ديال اللي تصطدمت البارح مع الحافله كانت هازه الغازوال. قلت لك راه ديال احنا ورقوا دينا بدا ولا لقاو عندنا شي كاميو غير يديوه بعدا كاع اصلا علاقه لي بهذيك الشاحنه ولا عندي شي شاحنه كاع سميتي وانا سميت الشركه ديالي. قلت لك السيد اللي كان مسؤول في المنطقه معروف راه كيصيفط لي سميت البارح من البورطابل ديالو كيدير التحريض على هذا الشيء. إيه؟ وبعض الاحزاب الاغلبيه مع كامل الاسف اللي كان مفروض عليها انها كتطفر الشان العام وخصها تحافظ على الامن العام وتحافظ على المصداقيه وكذا هي من وراء هذا الشيء. هي المسؤولين المحليين ديالها والوطنيين في اللوحات الفيسبوكيه ديالهم دايرين هذا الشيء وكيبارطاجيوه البارح وفي المواقع التابعه لهم. هذا الشيء راه ماشي منطق وماشي معقول وحرام من الحرام بحال هذا الشيء. هذا هاد الناس ما عندهم مصداقيه تزوجوا كل الخطوط وهاد الناس كيستغلوا المآسي مثل هاد الشكل هذا الفاجعه اللي يعني حرام باش كاع الانسان يدير فيها بحال يفكر حتى يدير فيها بحال هادشي. التفكير فيها حرام والاحرام باش يخرجوا بهذه الطريقه هذه.